السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم مشاهدين الكرام في برنامج مستقبل وطن. من خلال هذه الحلقة سنناقش محورين أساسيين. في المحور الأول سنتحدث عن اتفاق السلم والشراكة منذ فترة منذ توقيعه، ونسلط الضوء أيضا على ما تم تنفيذه وما تم أيضا تجاوزه وما المطلوب من كل الجهات من أجل إنجاح هذا الاتفاق. كما سنتحدث في المحور الثاني عن مبادرات ودعوات التصالح والمصالحة الوطنية وأهميتها وأيضا إشكاليتها في ظل الظرف الحالي. لمناقشة المحور الأول المتعلق باتفاق السلم والشراكة، يسرني أن أستضيف هنا في الاستوديو الأستاذ أحمد القنع، وهو القيادي في الحراك الجنوبي. مرحبا بك أستاذ أحمد. يا مرحبا، أهلا وسهلا، حياك الله. كما سينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ حسن السعدي، عضو المكتب السياسي لأنصار الله، في انتظار دخوله معنا عبر الهاتف. أستاذ أحمد حياك الله أولا، وفي إطار الوضع الحالي وتوقيع هذا الاتفاق اللي وجد صدى كبير في الداخل والخارج ومباركات كبيرة، كيف تنظر إلى اتفاق السلم والشراكة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أوجه التحية لكم وأبارك لكم على عودة بث قناة سهيل، كما باركت بالأمس لعودة بث قناة اليمن اليوم. نحن بحاجة إلى خطاب إعلامي بشكل عام، نحن بحاجة إلى إعلام متنوع في اليمن، شأننا شأن لبنان وشأننا شأن الدول التي أصبح الإعلام فيها مؤثر. فوجود القنوات سواء كان الحزبية أو الخاصة في اليمن هذا يعزز من الدور الإعلامي، ولكن يجب أن يكون هناك ميثاق شرف للعمل من أجل مصلحة وطن. بالنسبة لاتفاق السلم والشراكة نحن رحبنا به. أولا أنا رحبت فيه سواء كان على مستوى شخصي وعلى مستوى مكون الحراك المشارك بالحوار الوطني الذي أنا الناطق الرسمي له. فأولا تسمية المصطلح هو السلم والشراكة، فلذلك من لا يريد السلم في اليمن اليوم؟ احنا في اليمن بشكل عام سواء كان شماله وجنوبه أو شرقه أو غربه نحن نعيش، لا شيء يخفى على أحد بأن الوضع صعب جدا في اليمن. وما صار من 2011 اليوم، كل يوم البلاد تمر بأزمات كثيرة جدا. نسأل الله سبحانه وتعالى أولا أن يعين الرئيس هادي على مسيرته وعلى قيادة البلاد إلى بر الأمان. أيضا نتمنى من أخواننا الرئيس هادي، ليست البلاد كلها بيده أو الأحزاب السياسية بيده بشكل عام، إنما من أراد أن يفعل خيرا فليعمل ليس المصلحة هذه، يعمل مصلحة الوطن. اتفاق السلم والشراكة موقع عليه كافة الأطراف السياسية. أعتقد أشرت إلى العنوان وتفاءلت خير بالعنوان اتفاق السلم والشراكة، والجميع تفاءلوا خير بهذا العنوان. نعم، لكن هل تعتقد أنه حصل أي سلم أو شراكة بعد هذا التوقيع؟ شوف يا عزيزي، أولا أنا أعتقد أنه عبر هذه القناة أو قناة أخرى قلت أنه كانت مخرجات الحوار الوطني هي شيء رائع. مخرجات الحوار الوطني تفاعل بها الشعب اليمني طيلة 10 أشهر والناس يتحاورون، لكن مشكلتها الرئيسية هي عدم التنفيذ لمخرجات الحوار أو التباطؤ في تنفيذ مخرجات الانتقائية في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني. واليوم اتفاق السلم والشراكة إذا مر بنفس الخطوات وبنفس الأسلوب وبنفس الآلية التي تمت فيها مخرجات الحوار الوطني للتنفيذ، صدقني لن نستفيد منها شيء. ولذلك نحن نتمنى أن نرى خطوات عملية. اليوم أنا عجبت قبل وصولي إليكم قرأت تصريح أن رئيس الجمهورية التقى بمستشاريه ورئيس وزراء لوضع مصفوفة أجندة لتنفيذ اللي هو ما تم فيه مخرجات الحوار، بالذات في قضية الجنوب وفي قضية صعدة. هذا شيء طيب، نحن نريد خطوات عملية. أما الخطوات على الورق هذه لن ترضي أحد. مخرجات الحوار الوطني كانت في حينها، وأنا تحدثت أكثر مرة عبر قناتكم وعبر الفضائية وعبر قنوات أخرى، كانت مخرجات الحوار الوطني إذا نفذت وبدأ التنفيذ الحقيقي لها في معالجة أضرار وتنفيذ النقاط 20 وال11 أي النقطة 31 وبعض القضاء لمشت الأمور بطريقة، لكن التباطؤ والتلاكؤ وأيضا اختراق أشياء ألهت الرئيس هادي عن الإصلاح الحقيقي في البلاد واختراق أزمة هنا وأزمة هناك هي من عرقلة هذه الأمور. فأتمنى أنه لا يتم اللي هو في اتفاق السلم والشراكة اللي هو العمل بما تم العمل به في مخرجات الحوار الوطني. أيضا عزيزي اسمح لي في جزئية بسيطة، هناك أيضا اتفاق آخر في اتفاق تم في بروكسل واسميناه اللي هو اتفاق المصالحة الوطنية، وكانت هناك فيه كافة الأقوى السياسية متواجدة في هذا اللقاء في لقاء بروكسل، ودعينا فيه إلى عهد جديد لليمن إلى إنشاء منطقة للتصالح، وهذا بإذن الله سنفصل فيه في المحور الثاني إن شاء الله. وسنطرق إلى مؤتمر بروكسل كونه دعوة للمصالحة الوطنية. لكن في إطار اتفاق السلم والشراكة، هل تعتقد أنه الأطراف المعنية بهذا الاتفاق تؤدي دورها وواجبها على أكمل وجه؟ عزيزي أعتقد أنه
كنت معك في هذا في هذا الاستديو وفي هذه الطاوله لا اعرف قبل 5 أشهر أو 6 أشهر أو 7 أشهر في شركاء لفرقات نعم في شركاء وقلت كلمه حينها لعل البعض ارتاح منها والبعض يعني اعتبرها عبطا ولكني قلت ان الحوار الوطني تم بين مكونات سياسيه طيله 10 اشهر وقلت اتمنى ان نرى مصالحه وطنيه بين افراد قلتها في هذا المكان وعلى هذا الكرسي انه أن نتمنى ان نرى مصالحه يا عزيزي لماذا نخجل لماذا نتكلم وتعالى ونتكابر على الشعب اليمني فعلا اليوم احنا بحاجه الى مصالحه بين افراد الذي يقودون التيارات والذين يعملون كذا وكذا هم عباره عن افراد لا اريد ان اسمي سواء كان في الجنوب او الشمال فنحن بحاجه الى ان اي مصالحه بين الافراد هذا من اجل ان يرى الشعب اليمني هذا الضبحان أن يرى النور الحقيقي اليوم الناس مرعوبة في البيوت وغيرها وغيرها في 2011 منذ 2011 إلى اليوم بعد خروج النظام السابق تمت أيضا هناك أزمات وكان الشعب خائف لم يحقق شيء أتى أيضا بعدها أخواننا في أنصار الله وحصل ما حصل في 21 مارس ولليوم هذا الشعب اليمني من أزمة إلى أزمة إذا من يدير هذه كل الصراعات في اليمن اللي يديرها هم أشخاص فنحن بحاجة إلى مصالحة حقيقية بين أفراد يمنيين سواء كان قيادات أحزاب سواء كان شخصيات اجتماعية سواء كان مشايخ سواء كان شخصيات ذات نفوذ لنخرج اليمن من إلى برلمان. طيب لو أعدت أيضا إلى سؤالي تعتقد أن الأطراف التي وقعت على هذا الاتفاق إلى حد ما ملتزمة به؟ أنا أتمنى الالتزام بهذا ليس فقط الالتزام أنا أتمنى العمل الفعلي على اللي هو الالتزام واقعيا الالتزام الفعلي على اللي هو تنفيذ اتفاق السلم والشراكة ليس التوقيع والتصوير بأنه قد تم الاتفاق لا أن نعمل أجندة أو مصفوفة للتنفيذ هذا ما ورد في هذه النقاط رائعة نقاط تجنب البلاد أيضا ليس فقط اتفاق السلم والشراكة هناك اتفاقية أخرى أحييها اتفاقية اللجنة الشعبية برئاسة الأستاذ عبد العزيز المغارح نعم. كان لها دور كبير فلذلك دور كبير في تقريب وكذا لا ننظر الى الماضي وعلينا ان نعمل بجد لتنفيذ الخطوات العمليه لتنفيذ هذا الاتفاقيات مهمه لانهاء اي ازمه من الازمات لكن عندما تتحول الساحه اليمنيه الى ماراثونات اتفاقات من المبادره الخليجيه الى مؤتمر الحوار الى الشرك يعني السلم والشراكه الى ربما لا ندري ما القادم والواقع يعني بعيد عن كل هذه الالتزامات إذن هذا يعني يصيب الوطن ويصيب الشعب ايضا بالاحباط إذن ممتاز جدا سؤالك وفعلا انت طرحت شيء واقع انه كلها اتفاقات توقيعات على اوراق فلذلك الخطوات الفعليه والجديه هي البدء بتنفيذ الخطوات نمسك الاتفاق السلم والشراكه خطوه خطوه ما هي النقطه الاولى في اتفاق السلم والشراكه واحد نبدا التخطيط لها وضع ما نراه مناسب لجنه او غير ذلك النقطه 2 النقطه 3 البدء الفعلي لحيرا بحيث يرى المواطن اليمني البسيط ان هذه الاتفاقيات تنفذ خطوه خطوه معلش ناخذ فتره لكن يحس المواطن انها قدر ليس هي الحوار الوطني ستكون هناك يا استاذ احمد الحوار الوطني لم ينفذ منه شيء ستكون هناك تبادل اتهامات في انه هذا لم ينفذ وانا نفذت وهكذا كل طرف سيرمي بالكره الى الطرف الاخر لكن من الراعي ومن الضامن لهذا اتفاق السلم والشراكه من الذي سيقول ان هذا الطرف التزم وهذا الطرف لم يلتزم ولماذا لم يتكلم بعد شوف يا عزيزي انا لست ضد المجتمع الدولي ولكن ما من خلال تجربتي في الحوار الوطني ان المجتمع الدولي كان الضامن لبعض الامور ولم تتم في هذه فلذلك احنا نرى انه اذا اردنا تنفيذ اتفاق السلم والشراكه او اتفاق اللجنه الشعبيه او اتفاق بروكسل او اتفاقات تمت يجب ان يكون الضامن محلي امامنا رئيس الجمهوريه على رئيس الجمهورية أن يكون بقدر المسؤولية في تنفيذ هذه النقاط وأن يقول للشعب اليمني علنا من هو المعرقل من هو المؤذي من هو الذي يحاول أن يجر البلاد إلى فتنة أو إلى غير ذلك على الرئيس أن يتحمل مسؤوليته وأن يقول من هو المسؤول الأساسي وأن يكون الرئيس هو الضامن الحقيقي لتنفيذ هذه المخرجات لا يريد ضامن دولي اليوم الشعب اليمني لا يريد وصايا ولا يعني المبادرة الخليجية كانت تحت ضمانة خليجية لكن لم ترى لم الرعاية الكافية أكيد ولذلك من الأمم المتحدة ووجهت لها اتهامات بأن الغرب يتدخل في الشؤون اليمنية وغيرها فلنلغي تلك الاتهامات ونقول اليوم الضامن الحقيقي لتنفيذ هو سيادة الرئيس عبد الرب منصور هادي الذي عليه أن يضمن كل هذه الاتفاقات التي تمت وأيضا أن نراعي الإخلاص وأن نراعي الله سبحانه وتعالى مش نحن نحط عبد الرب منصور هادي كضامن ونعرقله في الطرف الآخر في أشياء أخرى يجب علينا كقوى سياسية كاملة أن نرى مصلحتنا أمام الوطن مصلحة الشعب في هذا الوطن وأن نقول نحن مع الرئيس هادي في تنفيذ المخرجات صح أنا أقول لك يا عزيزي وأقول أبو القناة ليس الرئيس هادي مستشاريه اليوم هم ملاك مثل ما كان علي عبد الصالح مستشارين غير مخلصين اليوم بجنب هادي اكثر رئيس من المستشارين اكثر من فريق غير صالح
هو حقيقة غير صالح. قد يدلوا اليوم من يعملون صالح الرئيس هادي يقفلون معه يخولون اليوم الثاني بأنهم ليس مع الرئيس هادي وأنهم مع طرف سياسي آخر. لكن هنا القناعة الشخصية لدى الأشخاص بمدى إمكانيتهم في إيجاد عدالة صالحية حقيقية لليمن لا يهم من يقول عليه أو من يدس عليه بالكلام بأن هذا مع فلان وهذا مع فلان. نحن مع الرئيس هادي وأنا متأكد الرئيس هادي على فكرة أتى زي ما قلتها أكثر مرة أتى في وضع صعب، أتى في 2011 أتى في ظل ثورة لم تنجح ونظام لم يسقط، وهذه المعادلة كانت صعبة. لكن اليوم نقول أن الرئيس هادي هو الضامن الحقيقي لهذا، فعليه أن يتخذ وأن يفضح من هو المعلقين سواء كان أشخاص أو أحزاب. نحن يا أستاذ أحمد الآن في مرحلة غلب فيها صوت المدافع والرصاص، واضح يعني القوة ما زالت تفرض نفسها في أكثر من مكان وعلى أكثر من صعيد. صوت السياسيين أيضا انخفض قد نوعا ما أمام هذه القوة، كيف يمكن أن يحل هذا المشهد؟ في أحد المقابلات في قناة الفضائية ليلة في 21 مارس كنت مع الأستاذ يميل عز الدين عبر الهواء مباشرة، فتحدثت وناديت أنه اليمن للكل وأنه لا ذي قصف مبنى التلفزيون لأن فيها أخوان لنا وغير ذلك، وتحدثت وحتى أنني ذربت دموع ولا أؤمن الآخرين، ولكني افتخرت أن هذه الدموع تذرف من أجل الوطن، كنت فخور بذلك. فقلنا في تلك الليلة ناديت أنه كل شخص سياسي وإعلامي عليه عدم الاختباء اليوم في منزله أو أن يغلق جواله أو أن يغلق صفحته في الفيسبوك أو في تويتر، على اليوم كل سياسي أو إعلامي أن يقول كلمة حق. فعلا في فترة من الفترات كان البعض متخاذل يرى أنه إذا أراد كلمة أن يقول هذا يزعل منه فلان أو يزعل منه فلان، لا نحن كنا بحاجة ودفعنا ثمن هذه وحن اليوم بحاجة إلى هذه النقطة إلى كلمة حق إلى كلمة حق أن تقال من أجل الوطن أن تقال كلمة حق. أنا يا عزيزي أتكلم معك اليوم وأنا قيادي من قيادات الحراك الجنوبي، أتيت أول أمس من بروكسل قبلها وأتيت في عدن ورحت ساحة الموجودين جنوبيين يطالبوا بالاستقلال واستعادة الدولة الجنوبية، لا ننكر ذلك. اليوم موجودين، اليوم أنا في مؤتمر بروكسل دعيت لها في كلمة وقلت فيها مثل ما ترعوا اجتماع للمصالحة الوطنية، لماذا يرعى الاتحاد الأوروبي أولا مصالحة بين فصائل الحراك الجنوبي لكي تدخل في مصالحة وطنية بشكل عام أو تدخل في أجندة أخرى؟ لكن اليوم نحن عندما ننكر الشيء، عندما نقول ان في مرض وننكر المرض، هذا لا نستطيع ان نعالجه. يجب ان نقول ان فعلا هناك في احتقان في الجنوب، هناك في مطالب في الجنوبي، لكن كيف نعمل بها؟ هل بالسكوت ام بالتحرك والعمل الجاد سواء كان على المستوى بشكل عام؟ اين هو الجنوب من اتفاق السلم والشراكه؟ ما حظه من هذا الاتفاق؟ شوف بالنسبه لاتفاق السلم والشراكه، انا اولا احب ان اقول شيء واحد، لعل الاستاذ ياسين مكاوي كان افترض ان يكون متواجدا للتوقيع، حسب علمي انا في بروكسل تم توقيع هذا الاتفاق ولكنه لم ياتي، ولكن حسب علمي انه قد كنا موافقين على هذا الشيء لكن لظروف معينه لم يتم التوقيع عليه. اليوم الجنوب كما قلت لك يا عزيزي الجنوب يحتقن، اليوم الجنوب اذا اردنا العمل الحقيقي، لو كلمه لو هي من الشيطان لعنه الله، ولكن نقول لو أننا في الحوار الوطني قد بدأنا بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني ما يخص القضية الجنوبية بحقيقة دون تلاكة دون افتعال المشكلات، لبدأنا العمل الحقيقي بين أوساط فصائل الحراك الجنوبي. لكن اليوم عندما ننزل احنا كمكون حراك مشارك في الحوار الوطني، ماذا نقول لأخواننا؟ هل تصدق أنني لا نستطيع أن أتكلم وأنا إعلامي وأعرف وأجيد الحديث، لا أستطيع أتكلم عندما يقول يا أستاذ أحمد قيادة الحراك ماذا نفذتم من مخرجات الحوار الوطني في تنفيذ النقاط 20 والنقاط 11؟ ما هي نقطة واحدة نفذتها مشان نثق فيكم ونقول ان الفيدرالية والدولة الاتحادية هي التي تخرجنا من ازمتنا ولن يوجد هناك كذا وكذا وكذا؟ ايش اقول لهم انا؟ انا لا اجد نفسي الا صامتا. في اطار اتفاق السلم والشراكة ربما ايضا هناك بنود نصت على ان يتم عمل مصفوفة لما يخص القضية الجنوبية والبدء بتنفيذها، وهذا ما حصل اليوم فعلا. انا تابعت في الاخبار اليوم رئيس الجمهورية كما ذكرت في بداية حديثي التقى برئيس الوزراء وبمستشاريه لوضع مصفوفة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في الحوار الوطني ضمن اتفاق السلم والشراكة ما يخص القضية الجنوبية وقضية صعدة. ودعني اقول لك يا عزيزي استبشرنا خيرا، فرحت عندما شفت من ضمن الوزارات انه تشكيل وزارة لمخرجات الحوار الوطني، الوزير فيها جيد طبعا صديقي واخي والتقيت به قبل ان اتي اليكم في الفندق، الاستاذ غالب الشيخ غالب مطلق شخص جيد ويحترم ويحظى باحترام فعلا. ما دام احنا وضعنا وزارة فقط وزارة ضمن 33 وزارة او 34 وزارة لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، اي اعطينا الحوار الوطني يعني شيء اكبر. فعلينا اذا نستطيع ان نفتح عبر الامانه العامه للحوار الوطني ان نستطيع ان تنفيذ ذلك عبر الوزاره الخاصه بالحوار الوطني وهي وزاره وزير الدوله لشؤون مخرجات الحوار الوطني. طيب بما يخص يعني الاتفاق السلم والشراكه والتحرك في هذا الاطار مع ايضا
تصاعد الأوضاع والمطالب والتحركات في الجنوب من جهة أيضا، ودخول بعض المحافظات أيضا بمعارك أيضا، مستقبل هذا الاتفاق في ظل هذين المرجحين صح التعبير؟ اولا الاماكن او المحافظات التي بها مشاكل يجب ان احنا نختبر مصداقية الاحزاب السياسيه. هل الاحزاب السياسيه الموقعه على اتفاق سلم الشراكه لا لديها علاقات تاثيرات في الجنوب، في رداع، في الحديده، حيث ما ذكرت انت هناك بعض الاماكن. هنا ياتي دور الاحزاب السياسيه التي وقعت على هذا الاتفاق، هل هي قادره بقواعدها ان تجنب البلاد هذا الشر الموجود والاتفاق؟ انا اظن يا عزيزي ما يصير في المحافظات، ما يحصل من هنا من قتال سواء كان بين أخواننا في أنصار الله أو القاعدة أو غير ذلك، أنا أعتقد أنه متى ما اتفقت النخب السياسية، وأنا أكررها، متى ما اتفقت النخب السياسية في القمة سيندرج ذلك تلقائيا على القاعدة. لكن اليوم أجد أنه لا مصداقية لدى النخب، لا مصداقية لدى النخب في تجنيب الوطن ويلات الشر. اليوم المكايدات أعجبني، وعلى فكرة وأحيي الأستاذ يحيى دويد في مؤتمر بروكسل، يحيى دويد طرح كلمتين رائعتين في المؤتمر، وقال الضحية والجلاد اليوم ها نحن نجتمعنا. فعلا المؤتمر الشعبي حكم 30 سنة كان جلادا، ولكن أتت ثورة 2011 وصارت هو ضحية، وكذلك ثوار 2011 استمروا 3 سنوات وأتى أنصار الله وحصل اللي حصل. فالضحية والجلاد تساوي اليوم بالنسبة للمؤتمر الإصلاح. فعلينا الولوج أنه الضحية والجلاد دخلوا في صراع، الآن الولوج اليوم في شيء جديد، أنه نعترف بأنه من أصر أنه يكون الوحيد لن يكون وحيد. حتى أخواننا في أنصار اليوم لا يختاروا اليوم بأنهم مسيطرين على البلاد، فليأخذوا عبرة مما حصل في 2011 وغير 2011. اليوم لا يفتكر أخواننا في أنصار الله أنهم مسيطرين على البلاد. أخواننا في أنصار الله إذا لم يسلموا كل شيء للدولة، المواطن البسيط هو الذي سوف يخرج الدم، خصوصا في ظل توجهات خارجيه او ايضا خليجيه ايضا بتصنيفهم كجماعه اكيد لا 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 هي ايضا ستدخل بغض النظر عن ما صار بالخارج. انا اتحدث كمواطن، المواطن عندما لا يجد الدوله يهيج المواطن، مهما كانت الدوله ظالمه، مهما كانت الدوله ظالمه المواطن يريد دوله، يريد امن وامان. فلذلك اذا لم يخلق الامن والامان وعوده كل شيء الى المؤسسات الدستوريه، رئاسه الجمهوريه ورئيس الجمهوريه، فلذلك صدقني عزيزي لن يقبل الناس بما يصير من همجيه حاصله اليوم على الشارع اليمني. طيب في اطار برضو السلم والشراكه اللي احنا جالسين نتكلم فيه وفي مستقبل، يعني اذا لم يرجع الجميع بكل حقيقة يعني نية خالصة إلى ما تم التوقيع عليه، إلى أين ستسير اليمن؟ شوف أنا قلت لك يا عزيزي بداية كلامي أنه الخطوات العملية اليوم إحنا ملينا من الكلام، ملينا عبر القنوات وعبر الأوراق التي نوقعها وهنا وهنا. يجب أن يرى المواطن خطوات عملية ملموسة، وأن يجب أن تشكل لجان لما خرجت فيه اتفاق السلم والشراكة، وتكون مدعومة ذات قوة من رئيس الجمهورية ومن المؤسسات من المؤسسات. ولو قطعتك الكلام جميل، يعني الكلام اللي تقوله أستاذ أحمد والكلام اللي يقوله أنا أقول هذا القرار ليس بيدي، اللي يتبنى الأحزاب السياسية حتى نفس الكلام اللي يقوله رئيس الجمهورية، بس من الذي يلزم هذا الطرف ويلزم هذا الطرف؟ أنا أقول لك أتكلم لأنني أنا أتكلم بلساني الإعلامي بلساني أنا كمواطن، ليس لدي لست في سلطة. لا أيضا قلنا أنا من الذي لست في سلطة إلى هذه اللحظة لأكون مطبق، لم يرضى عليه الشدادي إلى هذه اللحظة لأن أصير في منصب معين. فلكن أقول لك أنا لست في سلطة، ولكني أقول لك السلطة هي بيد الرئيس. الرئيس هادي هو الذي يجب أن نحن في 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 مؤتمر بروكسل بدينا الخطوات العملية وشكلنا لجنة. مؤتمر بروكسل شكلنا لجنة، الأستاذ عبد الله أكوع، الأستاذ أبو بكر الغربي، أحمد القنع، عبد الوهاب الحميقاني، علي البخيتي، زيد الشامي. وصولنا إلى هنا وتفعيل القرار مع رئيس الجمهورية والبدء بالمصالحة الوطنية، لكن إلى هذه اللحظة لم شكلتم لجنة وشيء ممتاز. أين وصلت هذه اللجنة؟ هذا سنناقشها فيما بعد. دائما تتشكل لجان، يجتمع السياسيين، تجتمع الأطراف، توقع على بنود، تذهب هذه البنود أدراج الرياح. هذه مشكلات اليمن، عقدة اليمن، ما فيش طرف يستطيع يلزم الجميع أم ماذا؟ شوف احنا قلت لك انا بالنسبة لست اؤيد ان يكون هناك ضامن دولي. انا جربت الفترة اللي فاتت. طيب لو نفترض ان الضامن محلي وليكون رئيس الجمهورية، اكيد هل قام رئيس الجمهورية بدوره؟ لا انا اقول لك الى هذه اللحظة نحن نقول
يطالب الرئيس جمهوري. هل هو قادر على أن يقوم بدور الرئيس؟ قادر، الرئيس قادر بصفته الشرعية المنتخبة كرئيسا لليمن، عليه أن يفرض إرادته على الكل وأن لا يخضع لأي شخص ما أو مستشار ما لا يدله على طريق الخير أو الأشخاص الآخرين الذين يدلوا على طريق. على الرئيس هذه البدء بالخطوات العملية الفعلية في تنفيذ سلم الشراكة. ألا يتعرض رئيس الجمهورية ربما لابتزاز؟ لا أرى أنه الابتزاز، وإنما أرى أنه وضع في 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 موقف كما قلت لك أنا موقف صعب منذ 2011 رئيس جمهورية، منذ يتحمل الرئاسة وهو في موقف صعب. لا أحزاب، لا أحزاب سياسية تسانده، لا شخصيات، بعض الشخصيات تكذب عليه مع احترام شديد إلى اللحظة هذه إلى اليوم هذا يصير عنده 40 ساعة يكذبون عليه، ولكن الشعب كان مساند له وخرج أكيد باصطفاف شعبي كبير يطالب رئيس وهذا يجب على الرئيس هذه اليوم أن يعرف أنه لا زالت الشوكة بيده وأن الشعب معه، الشعب يريد أمان، يريد استقرار، فلا يجب أن يرضخ للخط وعليه أن يرضخ للشعب. هل تظن أن رئيس الجمهورية ربما أيضا راضي عن الوضع؟ لا، رئيس الجمهورية أنا متأكد أنه رئيس راضي على الوضع. أنت لا تعرف رئيس الجمهورية. رئيس الجمهورية هو قال في تصريح لا نحن لم نرضى ولن نرضى. ولن نرضى. رئيس كم أنت لا تعرف رئيس الجمهورية. رئيس الجمهورية أولا أنت تعرف أنه إنسان عاطفي، العاطفة فيه كبيرة جدا، يذرف الدموع من أجل وطن، من أجل الناس. لا تفتكر أن رئيس الجمهورية ليس مع وطن، إنما إحنا نعرف أنه ما صار مع 2011 لم يكن سهل. والمرحلة تحتاج العاطفية، تحتاج تغليب العاطفة بالضبط. إحنا نعرف أنه أيضا لديه مشاكل مع حزبه، الحزب السياسي المؤتمر الشعبي العام، ولديه مشاكل أيضا مع كل ما أراد أن ينفذ خطوة معينة يختلقون له أشياء، مرة القاعدة في شبوه، مرة القاعدة في ذمار، مرة أخواننا في أنصار الله، يعني لم تتاح الفرصة الكافية للرئيس هادي ليكون يعني يعمل من أجل مصلحة الشعب. إذا من الذي سيكون ضامن لتنفيذ اتفاق السلم والشراكة وسيجبر كل الأطراف أن تنفذ ما عليها؟ نقلب أولا أن نقلب مصلحة الوطن فوق المصلحة، وأن يدعو كل مواطن اليوم ونستحلفه بالله ألا يجعل مصلحة حزبه أو سياسة حزبه هي الطاقية. يجب أن في الفوضى في المشهد الحالي أن يكون المواطن الرئيس كم بيكون إذا لم يكن مخلص. إذا أنا قابلت الرئيس وأنت قابلت الرئيس تمثل تيار سياسي ويكذب على الرئيس، يصدق من الرئيس؟ إذا لم نكن مخلصين إحنا مع الرئيس، إذا لم نكن مخلصين مع الرئيس، رئيس الدولة أستاذ أحمد لابد أن يكون لديه طريقة لتحرير المعلومة واختبارها والحصول عليها من مصدرها. لا يمكن لرئيس جمهورية أن يأخذ من هذا ويأخذ من هذا، لأنه كما قلت كل سيدعي أشياء خاصة فيه وسيكذب على رأيه. أنا معك وكان افترض على الرئيس هادي، وأنا قلت لك أنه كان افترض على الرئيس هادي منذ انتهاء الحوار الوطني بأسبوع أن يبدأ تنفيذ مخرجات. لعل البعض يقول تنفيذ مخرجات الحوار الجنوبي في قضية جنوبية تحتاج إلى أموال، انه تعويض المتقاعدين وتعويض مش عارف ايش، تحتاج الى اموال، لكن كانت فرض هناك خطوات ما لا تحتاج الى اموال، كان فرض تنفيذها في الحوار الوطني. وايضا اقولها حقيقه، لعل اعتماد الرئيس على شخصيات بعينها في فتره من الفترات، لا نقول انها يعني لم تنصح الرئيس، ولكن لديها الكل فيه مضغه شيطان، مش كلنا ملاك، ولذلك اعتقد انه لم يدل الرئيس هادي على الاشخاص الحقيقيين الذين يمكن. انا الى هذه اللحظه اقول لك عزيزي، وانا الناطق الرسمي للحراك الجنوبي، اعلنت موقفي ولا انسحب مع محمد علي احمد، اعلنت موقفي مع الرئيس هادي، اعلنتها ولا ما اعلنها مقابل زي ما اعلنها الاخرين في مقابل، اعلنتها حبا في هذا الرجل، ولكن لهذه اللحظه هناك من يريد ابعادنا عن الرئيس هادي وعدم نصحه. جيد. طيب في تم توقيع السلم والشراكه، اتفاق السلم والشراكه بعد دخول جماعه الحوثي واجتياحها لصنعاء، القضيه الجنوبيه وابناء الجنوب هل تاثروا كثيرا بهذا المشهد والمشهد التوسعي لهذه الجماعه في المحافظات، فادى الى يعني الاعتصامات الحادثة الآن والتهديد ب30 نوفمبر؟ شوف، كنا في حراك جنوبي وكانت هناك فصائل تدعي إلى الاستقلال والتحرير واستعادة الدول الجنوبية، وهي مو متواجدة ولا ننكر ذلك، احنا دائما نقولها. وأيضا لكن في فترة اللي هو دخول أخواننا في أنصار الله وما حصل في صنعاء اشتدت هذه الفصائل أكثر وأكثر، وأصبح اليوم مخيم على خوربكسة هو مخيم ليس سهل. بالرغم أني أحب أن أوجه رسالة هنا وأقولها، دعني في جزئية بسيطة أحب أن أوجه، المخيمات الموجودة داخل خوربكسر هي ليست مخيمات عبد الرحمن القفرين، ولا مخيمات النقيب، ولا مخيمات محمد الأحمد، ولا مخيمات العطاس، ولا مخيمات علي ناصر، ولا مخيمات البيض، هي مخيمات شعب، الشعب الذي خرج في 2007 دون أن يخرجوا هؤلاء. اليوم يحاول البعض أن يأتي من الخارج ليفرض سيطرته على الحراك الجنوبي لأجندة في ذات نفسه، لن نسمح له. الحراك الجنوبي موجود وله قضية وله هدف
وهذا الهدف سيحقق اليوم أو بعد غد، لكن ليس على حساب أن يأتون أخواننا في الساحات. لا يعرفون أن من يأتون اليوم إليهم إلى الساحات من الخارج يأتون بأجندة يريدون أن يقودوا ثورتهم الجنوبية. ثورة الجنوبية فجروها أشخاص في 2007 وسيظلون مفجرينها. اليوم ما يصل في الجنوب يا عزيزي الشعب الجنوبي أيضا شعب المسالم، وثورته لا زالت ثورة سلمية، كان نضالنا نضالا سلمي. إلى هذه اللحظة لم نرفع بندق على أي شخص ولم نقوم بطرد أي شخص كما يروج لها الآخرين. نحن قضيتنا قضية موجودة، لعلها وجدت حلا في الحوار الوطني، البعض لم يرضى على هذا الحل، فهل هناك حلا جديدا للقضية الجنوبية يتوافق مع اليمن الاتحادي؟ هذا ما سوف يعود إلى الساحات وليس إلى النخب. إذن في ظل ما تشير إليه أيضا من خلافات وهي واردة في بين قيادات الحراك الجنوبي أيضا، أضف إلى ذلك خلافات ما بين المؤتمر الشعبي العام كقيادات سواء ممثلة برئيس الجمهورية أو بالرئيس السابق علي عبد الله صالح، أضف إلى ذلك إلى تنازع الملف الأمني ما بين قوات أو الجماعة الحوثيين التي تسيطر على بعض المحافظات وأيضا تتوسع، وما بين أيضا الأمن اليمني والجيش وبقاؤه بعيد نوعا ما عن المشهد. المشهد اليمني بهذا التنوع المعقد نوعا ما ممكن تحله اتفاقية سلم شراكة فقط؟ شوف أنا دائما ما أكون متفائل بالرغم أني أجد في ذاتي وأجد الواقع اللي أمامي غير متفائل، لكنني أنا عندما أطلع على الشاشة ألاحظ أن 25 مليون قد يلاحظون منهم 5 مليون 6 مليون مواطن بسيط، فذلك أحب أن أطمن طبيعتي أن أطمن المواطن، لا أستطيع أن أدخله في دوامة، ولكن اليوم قد أختلف في ذلك. اليوم أقول لك يا أخي المشهد فعلا صعب، المشهد في اليمن صعب جدا جدا جدا. اليوم المواطن، أنا كنت ألتقي بعض الأشخاص أتنقل من تاكسي إلى تاكسي ألتقي، يقولوا نريد دولة، نريد دولة، يرون أنه سيطرة أخواننا، وأنا نصحت أخواننا في مقابلة، أنه عليهم أن أرفعوا المظاهر المسلحة أخواننا في أنصار الله من النقاط العسكرية بشكل عام حسب الاتفاق السلم والشراكة، لأنهم المواطن لما يرى أنه جماعات بعينها هي مسيطرة على نقاط عسكرية وعلى أماكن بعينها يندى يقول أين الدولة، يبحث عن دولة. أنا تحدثت في بداية كلامي وقلت أن المواطن إذا فقد الدولة سوف تنتهي، سوف يكون الوضع صعب. فلذلك إحنا نقول أن لا نقول أن البلاد بخير فعلا، ولا نقول أنه الأمور سوف تكون طيبة، ولكن نقول دعونا قبل كل شيء ننظر إلى مستقبل أولادنا بأمل. كل السياسيين الذين يصنعون القرار اليوم، أنا أدعو أخواني في الحزب الاشتراكي اليمني الذي كنت أنا يوم من الحزب الاشتراكي اليمني، اليوم لديهم دورة اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني، مثل ما عقد المؤتمر الشعبي العام دورة الأمانة العامة أو اللجنة الدائمة، اليوم دورة للحزب الاشتراكي اليمني. إذا هذه اللحظة وهم مستمرين، أتمنى أن يكون لهم موقف صريح مما يحصل في البلاد، وأن لا نترك فئة بعينها أو أشخاص بعينهم أن يقودوا مصير البلاد. موقف الحزب الاشتراكي غير واضح وصريح حتى الآن؟ ليس لا فعلا، يمكن يكون الحزب الاشتراكي اليمني، ولا أنكر ذلك، الحزب الاشتراكي اليمني قد أصبح الآن هذه حقيقة، أتمنى أن يكون متماسكا، ولكن الواقع يدل على أنه ليس متماسكا، لأنه أنا أرى أنه الأمين العام المساعد يوقع على اتفاق السلم والشراكة، وممثل الحزب الاشتراكي اليمني في بروكسل يرفض التوقيع على الاتفاقية التي هي امتدادا في اتفاق السلم والشراكة. فأرى أن هناك من يحاول أيضا أن يجد بالحزب الاشتراكي اليمني أن يكون هناك فيه عدة كيانات، مثل ما حاصل اليوم في المؤتمر الشعب العام عدة كيانات، وفي الحراك الجنوبي عدة كيانات وغيره وغيره، حتى أخواننا في أنصار الله لا أخفيك هناك في 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 المكتب السياسي هناك في تباينات كبيرة حاصلة. بإشكالية طبعا نحن نؤكد أنه قبل الحلقة كنا تواصلنا مع الأستاذ حسن الصادي عضو المكتب السياسي لأنصار الله، وقال بأن ربما يكون معنا أيضا إذا سيسر الأمر، لا ندري أيضا لماذا حاولنا الاتصال به فلم يرد. أيضا تواصلنا مع بعض الأفراد أيضا علشان يوجهوا أو يظهروا وجهة نظرهم، لم نتمكن. بخصوص يعني هذه ما أشرت إليها من المظاهر الأمنية والمظاهر المسلحة، يعني بقاء النقاط الأمنية في المحافظات واستمرارها، هل لها مبرر بعد اتفاقية السلم والشراكة؟ أنا لا رأي مبرر، وأيضا أنا أدعو، نحن في اللجان الشعبية عندما تم تشكيل اللجان الشعبية على مستوى المحافظات الجنوبية لمحاربة القاعدة، كان اللجان الشعبية وجودها شيء لابد منه. أنت تعرف ما صار في مدينة لودر الباسلة البطلة التي قدمت أزيد من 107 شهيد، كان لابد من تشكيل لجان شعبية، وكان فعلا لجان شعبية هي من قاومة القاعدة في محافظة أبين، بإشراف أيضا وزارة بإشراف وزارة الدولة بالضبط بإشراف الدولة. فمن تلك الفترة أنا من دعيت إلى في وطن الحوار
الوطني كان يومي 12 وزير من ضمن وزير الداخلية، دعيتهم إلى أن يصيروا هؤلاء اللجان الشعبية جزء من الدولة، أما بتقييدهم عبر الأمن وزارة الداخلية، أما بتقييدهم عبر وزارة الدفاع لم يرى. فاليوم أنا أقول أنه أي مظاهر مسلحة أخواننا سواء كان اللجان الشعبية في المحافظات الجنوبية أو اللجان الشعبية التي شكلت عليهم أن ينخرطوا في العملية السياسية، وأن تجد الدولة أو رأس الدولة تجد لهم حل ألا يظلوا. أنا أفتخر أن يكون واحد من اللجان الشعبية من المحافظات الشمالية والمحافظات الجنوبية هو جندي معطر داخل هيكلة الجيش ولا للوطن ولا أرى في نقطة معينة يخدم حركة سياسية. في إطار الملحق الأمني لاتفاق السلم والشراكة كان هناك يعني بنود تخص الملف الأمني، ومن ضمنه ما يتعلق بعمران، بالجوف، بمأرب، بصعدة، بصنعاء عفوا، وأية محافظات أخرى. لو أخذنا فقط مأرب كون والبيضاء أيضا ما زالت الأمور معقدة هناك، ومأرب هناك حشود أيضا حول مأرب، خطورة اشتعال واندلاع حرب في هذه المحافظة التي تعتبر شريان لكل الشعب اليمني من خلال النفط ومن خلال الكهرباء، ما خطورة هذا الملف؟ طبعا هذا شيء خطير. أولا ليس لأنني أمدح محافظة مأرب أو البيضاء أو شبه هذه المناطق، لكن أقولها وضع حقيقي فرض علينا. هذه المناطق أولا هي معروفة بأنها ذات طابع قبلي كبير، يجب أن نعترف بهذا الشيء، أنه يمكن هي من المحافظات الثلاث من أكبر المحافظات التي هي فيها ذات الطابع القبلي، وفيها أيضا أشخاص مسلحين بشكل كبير. فعملية استعداء هذه المحافظات أو الولوج معها سواء كان من أنصار الله أو من الدولة أو من غير ذلك في عداء لن يخدم الوطن. اليوم احنا بحاجة إلى صلح، مش إلى مصالحة، أيضا إلى صلح. طيب نبحث عن صلح. طيب أين الصلح؟ يعني إذا هذا ما نبحث عنه، من هو المسؤول عن ذلك؟ عن ذلك رئيس الجمهورية. فلذلك نحن يجب علينا كافة أن نكون يدعون لرئيس الجمهورية في الصلح، وأن يفرض سيطرته على الوطن، وأن يبدأ بخطوات عملية. الحكومة الجديدة الممثلة برئيس الحكومة بحاح وبوزير الدفاع أيضا. أشوف الحكومة الجديدة أنا أقولها، أنا في ناديت في 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 أحد القنوات أو في الفضائية مرة، أتمنى، قال لي كيف تتمنى أن تكون الحكومة الجديدة؟ قلت أتمنى أن أرى الحكومة الجديدة 100% ليس فيها وجه جديد او في وجه قديم قد تحمل منصب منذ 5 سنوات و10 سنوات، كنت اتمنى. لكن أنا اعتقد انه نسبه 75% في الحكومه الجديده هي من تمنيتها، وليس عيبا ان ياتي وجه مكرر في الحكومه الجديده. انا اعتقد 75% انا احييها واحترمها. ايضا بدوا فعل الحكومه حتى قبل ان تصادق البرلمان او لمنحهم الثقه، بدوا يشتغلوا، عرفوا وزراء. قبل شويه كان يتصل بي الوزير حفظه الله بدر باسلمة وهو وزير النغل، كنت اشتي الغاء اتصل بي وانا اتي اليكم، فتحدثت معه في بعض الامور. احنا نتمنى من الوزراء الجدد الشباب الذين لديهم عليه ان تترك لهم الفرصه، دون الوصايا، لا ان ياتي شخص بعينه او نفوذ بعينه ان يفرض على الوزراء الجدد. الحكومه استاذ احمد امام اختبار صعب، فيما لو اندلعت حرب في محافظه مأرب لابد ان تتخذ كل الوسائل لنزع الفتيل هناك، لان المتضرر كافه ابناء الشعب اليمني. اعتقد ان وزير الدفاع الحالي الاستاذ محمود الصبيحي، العميد محمود الصبيحي، يحظى باحترام اليمنيين بشكل عام. وجه جديد وله موقف، سيكون له موقف، له موقف. واعتقد انه ما قاله في تعز في محاضرة احد المحاضرات عندما قال تعز ضمن المحور اليمن وصلتني الى الفكره، اليمن كلها تحت محوره. وانا متاكد من هذا الشخص، رجل وطني، رجل جرب الحياه السياسيه، لم ياتي عسكري او ياتي وزيرا من فراغ، اتى من قائد كتيبه او من قائد سريه الى قائد كتيبه الى قائد محور، ولو الناس تحترمه ان شاء الله ربما سيصاب الشعب اليمني بالاحباط اذا اكثر من التفاؤل ثم تفاجأ مره اخرى. لا، نحن متاكدين باذن الله تعالى، متاكدين. نعم، اخطاء انا اذكرها، في اخطاء تمت في ظل الوزير السابق، وزير الدفاع السابق، في اخطاء تمت، بالرغم اني انا كنت احد المنصحين لهذا الوزير في عده امور، كيف النصح كما كنا ننصح مع رئيس الجمهوريه، لكن لم يستمعوا لذلك. لكن محمود صبيحي انا اعرفه انه رجل حر، عندما يقول كلمه يعد بها، يقول انا مخلص للوطن، اذا هو مخلص للوطن. والشعب يراقب كل الاطراف، وباذن الله الكل يلتف حول الوطن ويكون له ايضا تغليب لمصلحه الوطن. اشكرك استاذ احمد القرن، قيادي في الحركه الجنوبي. مشاهدينا الكرام، سنخرج الى فاصل قصير ثم نعود الى لمناقشه دعوات المصالحه التي بدات ترتفع هنا وهناك، المصالحه الوطنيه العامه ومناسبتها ايضا للوضع الراهن. ابقوا معنا.
مرحبا بكم من جديد مشاهدين الكرام في برنامج مستقبل وطن، والذي نناقش من خلاله المحور الثاني دعوات ومبادرات المصالحة الوطنية في ظل الوضع الراهن. وأرحب بضيفي في الاستوديو الأستاذ فارس الصليحي، وهو عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام، عفوا على الخطأ. وأيضا قد الترحيب بالأستاذ أحمد القنع، وهو قيادي في الحراك الجنوبي، كان معنا في المحور الأول استمر معنا. سينضم إلينا أيضا الأستاذ مطيع الدماج، عضو مؤتمر الحوار الوطني على الحزب الاشتراكي، وهو الآن على الخط معنا. مرحبا بك أستاذ مطيع. أهلا وسهلا فيك. كما أيضا سيكون معنا الأستاذ عبد الجندي، وهو الناطق الرسمي باسم المؤتمر الشعبي العام. طيب، لو أبدأ مع ضيفي هنا في الاستوديو الأستاذ فارس، عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام. يوم أمس المؤتمر الشعبي العام أصدر بيان ودعا إلى مصالحة شاملة لا تستثني أحدا، كيف تنظرون إلى هذه الدعوة؟ طبعا هذه المبادرة ليست هي الأولى من نوعها، وإنما قد سبقتها مبادرات سابقة. دائما المؤتمر الشعبي العام هو حزب وطني ويمتاز بالوسطية والعدال والانفتاح على كل الأطر السياسية والمجتمعية، سواء على المستوى المحلي أو الخارجي. وبالتالي اليوم الوضع اليمني أو المشهد اليمني في وضع لا يحسد عليه، انفلات أمني غير منقطع النظير، يعني اقتتال، حرب هنا وهناك في بعض المحافظات، العاصمة صنعاء، في كثير من المحافظات غاب دور الدولة وغاب دور الأمن وظهرت ميليشيات مسلحة. يعني أصبح الجانب الاقتصادي منهار، يعني شبه لم يوجد الآن ما تبقى من وجود دولة. فالمؤتمر الشعبي العام أطلق هذه المبادرة لأجل أقل حاجة الحفاظ على ما تبقى ونسيان الماضي المرير وفتح صفحة جديدة. ضرورة ليس على المؤتمر الشعبي العام فحسب، لكن هذا الآن أصبح واجب ومحتة وطني على كل مواطن يمني، وخاصة قادة الأحزاب السياسية ومن لهم الباع الطويل في إدارة الحكم وإدارة البلد، سواء عبر السلطة أو الانتخابات أو الإعلام. كل واحد مواطن يمني حان الوقت إلى أن يكون له دور من باب مراعاة لقوله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته، بحيث لا يستثنى أحد. طيب أستاذ أحمد، أيضا أنت كنت عضو في مؤتمر بروكسل أيضا للمصالحة الوطنية، وحضر فيها ناس من كل الأطراف، ممكن تعطينا بس لمحة سريعة عن هذا المؤتمر في أقل من دقيقة؟ أولا مؤتمر بروكسل أتى للمصالحة الوطنية، أتى بإشراف الشبكة الدولية للحقوق والتنمية وبرعاية مركز الدراسات الذي يترأسه الأستاذ الشيخ أحمد صالح العيسي. وأتت هذه المبادرة لوضع حل أو بدء في أطروحة جديدة لمصالحة وطنية شاملة في اليمن. فعلا شارك في هذا المؤتمر او اللقاء شخصيات كبيره، من سواء كان من المؤتمر الشعبي العام، من التجمع للاصلاح، الاستاذ عبد الله كوا، الاستاذ زيد الشامي، محمد نجي علا، والاستاذ ابو بكر الغربي، يحيى دويد، والاستاذ علي البخيتي من انصار الله، واحمد القنع، وايضا من التحالف الوطني الاستاذ بلقيس الحضراني، ومن الشباب من حزب الرشاد الاستاذ الشيخ عبد الوهاب الحميغاني، وابراهيم شقاع الدين من الشباب، وايضا باسل السلامي ومها السيد وغيرهم من الشخصيات. شاركنا لمدة 3 أيام في هذا المؤتمر، وقدمت ورقة من قبل خبير جزائري الدكتور طارق أبو مدرى، قدم نموذج للمصالحة التي تمت في الجزائر، والمصالحة تمت في أحد الدول أيضا الأخرى. كانت ورقة ممتازة جدا، على ضوها تم تشكيل لجنة، كنت أنا أحد أعضاء اللجنة هذه، لصياغة بيان على الورقة التي قدمت. وفعلا خرجنا بيان، أولا أنه دعوة إلى تشكيل ملتقى للتصالح الوطني. وأتت هذه المبادرة أولا حسب حيثياتها أنه بناء على مخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة واتفاق اللجنة الشعبية تم بثق اللي هو مبادرة بروكسل. يعني كلها احتوتها هذه المبادرات التي وقعت عليها كافة، أنا أعتقد أنه السلم والشراكة فعلا هذه كانت النقطة الرئيسية، اللي هو تشكيل ملتقى للبدء في المصالحة الوطنية. وفي هذا المؤتمر أيضا تم تشكيل لجنة مسطرة، الأستاذ عبد الله كواء والأستاذ أبو بكر الغربي وأحمد القنا وعلي البخيتي وعبد الوهاب الحميقاني وزيد الشامي ومحمد نجع اللاوي لمقابلة رئيس الجمهورية بالبدء في، ولكن إلى هذه اللحظة نحن ننتظر رئيس الاتحاد العام لكرة القدم الشيخ أحمد صالح العيسي، لأنه هو رئيس المركز والراعي لهذه المبادرة، بالحضور معنا أيضا لمقابلة رئيس الجمهورية والبدء الفعلي. ونحن أنا شخصيا أريد أن لا أشترك في اللجنة إلا أن تكون كما حددتك في المحور الأول خطوات عملية
للمصالحه الوطنيه وليس على ورق، لا تكون يعني مجرد اوراق جديده. طيب استاذ مطيع، يعني تلاحظ بدات هذه الايام ترتفع دعوات المصالحه، سواء مجلس النواب ايضا كان لديه دعوه ايضا للمصالحه الوطنيه ولملمت الشامل. بالمقابل ايضا سمعنا ايضا صوت الحزب الاشتراكي اليمني ارتفع قويا في مجلس النواب ورفض هذه الدعوة. أيضا في بروكسل كان لديه موقف من هذه الدعوة. لماذا الحزب الاشتراكي، أو ما هي نظرة الحزب الاشتراكي للمصالحة في الظرف الحالي؟ أولا أؤكد على قضية أساسية أن الحزب الاشتراكي اليمني كان حاضرا في بروكسل. نعم نعم. ورفض التوقيع على أعمال المؤتمر الذي تم في بروكسل. نعم. وذلك بشكل أساسي لفهم الحزب الاشتراكي اليمني أن المدخل الحقيقي للمصالحة الوطنية لا يمكن أن يتم فقط عبر حل إشكاليات النخب السياسية في اليمن، النخب السياسية والاجتماعية والدينية التي تعودت في كل لحظة أن تسوي طبيعة الإشكاليات القائمة بين هذه الصفقات، تستثني المجتمع، الضحايا الموجودين في المجتمع من أي أعمال مصالحة حقيقية. بمعنى يظل المجتمع والناس المتضررين من الأحداث السياسية السابقة خارج عملية المصالحة الوطنية. للأسف عبر التاريخ كانت النخب السياسية والاجتماعية والثقافية والدينية هي من تخون الشعب اليمني. هذا يتكرر اليوم وبطريقة واضحة. هناك سل وحيد للمصالحة الوطنية من وجهة نظر الحزب الاشتراكي اليمني تأتي عبر العدالة الانتقالية. العدالة الانتقالية هي السبيل الوحيد لجعل المجتمع جزء من عملية مصالحة شاملة. إذا كانت تقصد الحركة السياسية الموجودة اليوم بالمصالحة هي مصالحة بين الأطراف السياسية، يستطيع أن يذهبوا بذلك وأن يسموها مصالحة ووثائق اتفاق بين كافة النخب والحركات السياسية الموجودة في اليمن. طيب أستاذ مطيع، عند الحزب الاشتراكي، عند الحزب الاشتراكي أي إشكال من المصالحة بين الأفراد حتى؟ لا، ليس لدينا أي مشكلة. تستطيع الأحزاب السياسية اليوم إنتاج مصالحة كاملة بينها كأحزاب سياسية، لكن عندما تتحدث عن مصالحة وطنية بالمعنى الحقيقي ليس هناك سوى مدخل واحد يأتي عبر العدالة الانتقالية كما أقرت في مؤتمر الحوار الوطني. يأتي عبر مصالحة وإجراءات تبدأ في الأساس بمعالجة الإشكاليات التي حدثت في المجتمع، تقتصر للضحايا، جبر ضرر، اعتراف بالمسؤولية، والأهم كشف كافة الأساليب والوسائل التي استخدمت لسمع الناس، لتعذيبهم، لاضطهادهم، لقتلهم، وإدارتها بشكل كامل كمدخل رئيسي لمنع تكرار هذه التصرفات في المستقبل وضمان عدم تكرارها. جيد. طيب ابقى معي أستاذ وطيع، ابقى معي سأعود إليك لو سمحت. أستاذ فارس، هل هذا يعني ما ذكره ايضا المطيع دماج وهو يعكس رؤية الحزب الاشتراكي، هو ما يقصده ايضا المؤتمر الشعبي العام في موضوع المصالحة الوطنية التي دعا اليها؟ انا اخشى ان قد سئم المواطنون وخاصة النخبة في المجتمع اليمني من الشعارات التي تطلقها معظم الاحزاب. يعني اصبح يعني الشعارات التي تطلق او المبادرات كلها باعتبار موضة او في اوقات متفاوتة ما بين حين الاخر. لماذا تعتبرها شعارات؟ لأن لم نرى أفعال. يعني الآن البلد على شفا جرف انهار، البلد في أمس الحاجة إلى تدخل كل العقلاء، إلى نسيان الماضي المرير، إلى طي صفحة الماضي بسلبه وإيجابه. يعني أن كل الجرائم هنا إلى الضحايا والجرائم، كل يمشي على مجرى، كل يمشي على مجرى. يعني في فرمان نوعية هذه الجرائم أيضا، هل هي جرائم سياسية أم هي جرائم قسيمة شخصنا يعني بحق أشخاص؟ يعني هنالك إذا أردنا كيف ندعو إلى مصالحة ونريد أيضا أن نعمق الحقد أو حقد الماضي، فلابد أن تكون لدينا مصالحة وطنية واضحة. إنه في قضايا يعني لابد أن ننسى تاريخها الماضي المرير وأن نبدأ صفحة جديدة لأجل الوطن. أن يرفع، أنا أريد من كل حزب ومن كل مواطن ومن كل قيادي غيور على وطني أن يرفع الوطن فوق الاعتبار. هذه الأحزاب زائلة وستنتهي، وبعضها انتهت في العالم، ولا يبقى إلا بصماته. فإن كانت بصماته لأجل المواطن الوطن، حان الوقت أن ينسى الشعارات التي كانت في الماضي تقال الوطن الوطن. أي أبدأ بالمواطن، الوطن حجر وشجر ومدار يحيى قائم قيام الساعة. لا تجسد تغضغ مشاعرنا بالوطن وأنت تذبح المواطن من الوريد الوريد.
حان الوقت أن هذه الأرض والله كله مسخر للمواطن. حان الوقت إلى المواطن هذا يا أخي أن نعتز بهذا المواطن، أن ندعو إلى لما الشامل إلى توحيد الكلمة، إلى وجود الحفاظ على الممتلكات العامة، إلى أيضا وجود الأمن الاستقرار، الحفاظ على مؤسسة الدولة وإيجاد شرعية الدولة الحقيقية. الآن مجلس النواب بلا شرعية، رئاسة بلا شرعية، قيادات حتى في أحزاب بلا شرعية، وتدعو إلى مصالحة وتدعو إلى طي صفحة الماضي. أين الأفعال بدل من هذه الأقوال؟ أن تتوجه جميع هذه القيادات، يجتمع النخب الإعلامية، النخب السياسية، العلماء، كل النخب في هذا المجتمع اليمني، ويصوغون مشروع مصالحة وطنية حقيقية لا تصبح شعار رنان كلما أراد حزب أن يبرز أمام وسائل الإعلام أو أمام المجتمع المحلي أو الخارجي. أتى إلينا بمبادرة. طبعا سأودي إليك أستاذ أحمد عن إذنك، لكن أنقل التساؤل هذا إلى الأستاذ مطيع. أستاذ مطيع، بمعنى أن الوضع الحالي كما أشار الأستاذ ويشير أيضا الكثير لا يحتمل كل هذه الإجراءات التي تقولها. نحن أمام وطن يتعرض إلى إشكاليات كبيرة، وإلى ربما حتى تستطيع أن تسميها مؤامرات داخلية وخارجية. هل أنت مع هذا أنه لا بد أيضا أن تتجاوز هذه الأمور؟ يا أخي كلام صديقنا العزيز من المؤتمر الشعبي الآن واضح، هو يتحدث عن نخب تريد أن تسوي مشاكله، نخب مسؤولة عن كل الدمار الذي لحق في البلاد، مسؤولة عن انكشاف اليمن أمام العالم، مسؤولة عن الحروب الداخلية والأهلية التي تحكم البلد منذ 30 سنة، مسؤولة عن دمار المؤسسات، وبعد ذلك نريد أن نقول لك نريد أن نتحدث عن المواطن. أنا أتحدث هنا بشكل أساسي عن المواطن، هذا المواطن الذي دفع خلال آخر 35 سنة كل شيء، فقد كل شيء، قتل وسرد وطرد من حصته في الثروة، حصته في العدل. هنا قضية أساسية. طيب يا أستاذ، لا يستوعب ماضي يكرره إلى الأبد. ما حدث من جرائم لا يمكن أن تمر. المدخل الوحيد للمصالحة الوطنية هو العدالة الانتقالية. طيب يا أستاذ مطيع، هناك من يرى، هناك لو سمحتي لي من يرى بأنه اسمح لي ولو قاطعتك يا أستاذ على أساس الوقت، في كلمة ينبغي أن يسمعها. اسمع تفضل. إذا أرادت الأحزاب السياسية والنخب السياسية أن تصل إلى مصالحة بينها تستطيع أن تقوم بذلك في الأمس، لكن كل ما يحدث الآن هي محاولة الأساسية لنسيان كل الجرائم ولنسيان حقوق الشعب، وبعد ذلك تنتج تسوية تودد مصالحها داخل هذه البلد وأسلوبها في إدارة البلد وأسلوبها في سرقة الناس ونهبهم وقتلهم. طيب يا أستاذ مطيع، يعني هناك من يرى بأنه أيضا يعني البحث عن الصورة المثالية هذه والمتكاملة في ظل هذا الوضع سيتسبب أيضا في مزيد من المعاناة للمواطنين، في تمزيق البلاد، في مزيد من الصراع، في مزيد من الاقتتال، فلا هذا سيأتي ولا ذاك سيذهب. يا سيد، شكل العدالة الذي اقترح في مؤتمر الحوار الوطني كان عدالة انتقالية كائنة في الأساس على مفهوم العدالة الانتقالية وليست عدالة جنائية، بمعنى أنه ينبغي كشف كافة الجرائم، جبر الضرر، تحميل الناس المسؤولية دون الذهاب باتجاه الاختصاص المباشر من المجرمين. طيب. هذا التفاهم الذي أبدته الأطراف السياسية هو أن تشكل العدالة الانتقالية المقرر في مؤتمر الحوار الوطني. طيب. القضية الأساسية، إذا كانت هذه الحركة السياسية تريد أن تتصالح مع ماضيها، لماذا تتصالح في ماضيها مع الشعب؟ لا مشكلة عند لدى الحزب الاشتراكي أن تتصالح فيما بينها، لكن لا تعتبر هذه مصالحة وطنية شاملة. أستاذ أحمد، المصالحة الوطنية تتم في الأساس عبر إدماج المجتمع في عملية مصالحة. طيب اسمع رأي الأستاذ أحمد يا أستاذ. أستاذ مطيع، نسمع رأي الأستاذ أحمد وهو أيضا كان عضو في مؤتمر بروكسل، وأفاد أنه مؤتمر بروكسل لم يخرج عن عن مخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة التي وقع الجميع عليها. تفضل. شوف، أنا أولا لست ضد العدالة الانتقالية. أنا كمواطن أريد أن أحاسب كل شخص أو كل مسؤول يعني أقرب في حق الوطن. لكن اليوم هل نحن في وضع يسمح لنا بتنفيذ ذلك؟ إذا أردنا واستعرضنا أريد منك حلقة كاملة إلى المظالم أو الحروب التي دارت اليمن التي تريد لها عدالة انتقالية وتصالحية وجبر ضرر منذ السبعينات، سواء كان في صار في الجنوب أو في الشمال، من حرب السبعينات 79 78 إلى حرب 86 في الجنوب، إلى حرب 94، إلى 2011، إلى 21 مارس 2014، إلى ما صار يصير بكرة أو بعد بكرة. اليمن في كل يوم في صراع وفي حرب وفي دماء وفي شهداء.
هل نريد ان نبقي المعالج كل يوم؟ ما هي الخطوات اللي توفر على العالقه في العداله الانتقاليه اذا نبدا بالمصارعه الوطنيه؟ هل سنبدا بتصحيح هذه انا مع هو يرى بانه حتى مثل هذه المصالحات التي تكون بين النخب لا يكتب لها الدوام والاستمرار، لابد من مصالحه يتم فيها جبر الضرر ويتم فيها تكون مصالحه انتقاليه حسب ما ما, ما افاد. هل احنا في واقع الان الواقع هذه التي تمنع تكرر هذه الاحداث؟ لكن الاحداث تتكرر بعد ما الذي انا متفق مع ما الذي يمنع الان ان تحدث مصالحه وطنيه بين هذا الطرف وهذا الطرف ثم يقوم الطرف الاخر بنقض هذه المصالحه بعدها باسبوع او شهر؟ وانا اقول لك يا عزيزي اليمن ليست في وضع مريح لان نقول حقق عداله انتقاليه، نحتاج لنا الى عداله انتقاليه وتحقيق الامور اللي تم اللي قالها الاخ مطيع، وانا ايضا اميل الى راي الاشتراك، لكن احنا في الوضع الحالي هل كم نحتاج الى سنين لتنفيذ هذا؟ كم نحتاج الى اموال؟ ليست فقط مصالحه، هناك ضحايا جبر الضرر، تعويضهم، شهداء وغير ذلك. هل الدوله حاضر الان الحاليه قادره على تنفيذ ذلك ام هذا تعجيز؟ نحن نقول العداله الانتقاليه تستمر لكن لابد من مصالحه، كما ذكرت انا ذكرت واشاد اليها الاخ مطيع، نحن مع مصالحه باي شكل جديد لنخرج اليمن من ازمته، سواء كان مصالحه احزاب، مصالحه شخصيات، مصالحه قوى، مصالحه افراد، احنا بحاجه الى نوع جديد لكي يطمئن المواطن. خطوه ابتدائيه، خطوه ابتدائيه. هل انت مع هذا الراي استاذ مطيع؟ هل انت مع انه تكون هناك خطوه ابتدائيه ايضا بين القوى السياسيه او حتى بين الافراد لتجنيب هذا الشعار ما تتبعها العدالة الانتقالية؟ يا أستاذ مختار، قبل 3 سنوات وقعنا المبادرة الخليجية، وكانت إحدى ميزات ثورة 2011 بشكل أساسي أنها أتاحت لكافة القوى والأطراف السياسية فرصة أن تبدأ من جديد. هذه الفرصة أتيحت للمؤتمر الشعبي العام، مثلما أتيحت للحوثيين، مثلما أتيحت لأحزاب اللقاء المشترك، لكل القوى السياسية أتيحت لهم فرصة أن يبدأوا من جديد من توافقات جديدة تقر أن الإرادة الشعبية هي الإرادة العامة والحاسمة في البلد. الذي حصل أن تطورات الأحداث أثبتت أن الحركة السياسية كل يوم تريد أن تأخذ سك وفران لما اقترفته من جرائم في الفترة السابقة وتعيد إنتاج نفس دوامات العنف والاستئثار بالسلطة وبالثروة. هنا قضية أساسية، دون أن يتحول المجتمع إلى جزء ضروري في عملية المصالحة الوطنية، دون ان نقنع كافه الضحايا بان هذه الدوله وهذه القوى السياسيه تعتذر عما ارتكبت من اخطاء في حقهم وتقر بها، وبعد ذلك يمكن عمل خطه طويله الاجل لاليات العداله الانتقاليه. لا يوجد عداله انتقاليه في العالم تطبق في شهر او في شهرين. ينبغي اولا الان اصدار قانون العداله الانتقاليه. ايقاف قانون العداله الانتقاليه تم منذ عام 2011. كان الاتفاق في المبادرة الخليجية أن قانون العدالة الانتقالية ينبغي أن يصدر بالتزامن مع منح الخصانة. صحيح. التعطيل لموضوع العدالة الانتقالية سابق لمؤتمر الحوار الوطني. كلمة أخيرة يا سيدي. الناس الذين تورطوا في الجريمة ما زالوا يروا مستقبلهم أيضا قائم في الجريمة نفسه. هذا المجتمع لا يراه أحد، هذا الشعب لا يراه أحد، ولذا كل يوم تأتي جماعات العنف، جماعات الاستئثار لتوظف المظلومين والجهلة والناس في إعادة إنتاج دوامات عنف جديدة. طيب لو أترك لك كلمة أخيرة يا أستاذ مطيع، وقد أيضا سنترك مجال للأستاذ عبد الجندي يكون معنا. أستاذ مطيع سامحني أنا قاطعتك فقط أيضا لأن الوقت ضيقنا، لو أترك لك كلمة تختم بها وتجيبني على هذا السؤال. يعني العدالة الانتقالية مطلب الجميع والكل يبحث عنها، لكن هل هي ممكنة في الوضع الراهن؟ في الوضع الراهن ينبغي أولا إصدار القانون، وبعد ذلك البحث عن آليات وتمويل وعمل اللجان وهيئه المصالحه وهيئه العداله الانتقاليه. ينبغي الخطوه الاساسيه الان التي ينبغي اتمامها هي اصدار قانون العداله الانتقاليه والموافقه عليه والتزام كافه القوى السياسيه بقانون العداله الانتقاليه. بعد ذلك نستطيع ان نتحدث عن كل افاق المصالحه والتسويه. شكرا لك. الخطوه الاولى والرئيسيه اصدار هذا القانون واقراره من قبل الجميع والالتزام الجميع بما فيه وفقا للقانون المطروح الان امام الحكومه وامام رئيس الجمهوريه، واعتمادا على مخرجات الحوار الوطني التي وقعت عليها ووافقت عليها كافه الاحزاب والتنظيمات السياسيه. شكرا لك مطيع دنباج، عضو مؤتمر الحوار الوطني عن الحزب الاشتراكي اليمني، اشكرك كثيرا. لو اعود الى الاستاذ فارس الصليحي، يعني ايضا هناك من يعطي هذا الحزب او تلك الجماعه او هذه الفئه
أن تعلن مصالحة وطنية وتلتف فيها على دماء الشهداء والمتضررين وعلى اللي سفكت دماؤهم وأخذت أموالهم وعلى اللي أصيبوا. من يعطيهم الحق بأن يتصالحوا ضد هؤلاء؟ لأن مشكلتنا في اليمن هي مشكلة صراع أحزاب وليس صراع الشعب مع نفسه. هذه الأحزاب الشعب هو المتضرر، الشعب هو المتضرر، من يكبر ضرره؟ يكبر ضرره من يكفل شهداءه وقتلاه ومصابه. ولهذا إذا سنظل نعود إلى نفس المربع الأول، أن هذه الأحزاب هي ساق غفران لهذا الوطن. يعني منظمات المجتمع المدني همشت وذهبت دورها، إعلام ذهب دوره، مؤسسات يعني تجارية، اقتصاد، كل يعني حكماء، علماء، يعني خيبت أو حاولت أن تحجم دور كل الشرائح المجتمعية الأخرى داخل اليمن، وأتيت في هذه النخبة السياسية التي يعني أصل الفتنة داخل البلد يتصارعون على سلطة. يا أخي ارجع إلى يعني ادعو إلى انتخابات رئاسية نيابية مبكرة، محلية مبكرة، بدل أن ينتزعوا حقوق الشعب ورأي الشعب في أن يقول حقه الدستوري التي كفل الدستور. الآن يعني رجعنا إلى نفس المربع والعودة إلى المربع الأول، وكل يريد أن يدعي مبادرة. الآن يريد جميع الأحزاب أن يكونوا صادقين وأن يكون عند أصحاب ضمير، أن يعود الضمير الذي غاب. إذا وجد الضمير هذا الحي، الضمير الوطني، أن الوطن فوق الاعتبار، سنبدأ بالمرحلة الأولى. المرحلة الأولى الآن تنتهي عمليات تصنيف الدستور أو تعديل المواد الدستور المتفق عليه وفق الحوار الوطني، ثم نبدأ بمرحلة الاستفتاء على الدستور، ثم الاستعدادات للانتخابات الرئاسية النيابية المبكرة. هنا نكون عادة السلطة إلى الشعب. لكن الآن هذه الأحزاب والقوى السياسية المتصارعة سرقت الشعب، سرقت أموال الشعب، وسرق ونهبت أيضا ثروات الشعب، وبنفس اللحظة سرقت حرية الشعب في أن يقول حقه أو رأيه في الصندوق. طيب اسمح لي أن أرحب بالأستاذ عبد الجندي الناطق الرسمي لحزب المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف أحزاب التحالف الوطني. مرحبا بك أستاذ عبد الجندي. يا مساء الخير. أهلا وسهلا فيك أستاذ عبد. لعلك تابعت ولو جزء بسيط من حوار الإخوة هنا الضيوف في الاستديو وما يتعلق بتزايد دعوات المطالبة بالمصالحة الوطنية. هناك أطراف ترى أنه أصبحت المصالحة الوطنية ضرورة، وهناك أطراف ترى بأن المصالحة الوطنية بدون عدالة انتقالية تنصف المظلوم تعتبر عبث. رأيك أنت؟ أولا أنا أشكر قناة إسرائيل على مثل هذه البرامج التي فعلا تدل بأن هناك استفادة كبيرة جدا من الماضي سلبياته وإيجابياته، وإنه الأفضل هو الذي يكون عنده الشجاعة لأن نبدأ. نحن كنا متلفين، وأنا ما كنت أتوقع أننا في يوم من الأيام سأتكلم مع قناة السويد وأن يأتي أساسي هذه المبادرة من قناة السويد. هذا شيء جميل، وشيء هو الديمقراطية، لأن الديمقراطية ليست ما نحب، ولكن الديمقراطية هي ما نحب وما نكره. فأجب أن أقول إنه قبل أن ننتقل إلى موضوع العدالة ونمشي الملفات، كل واحد معه ملفات لا أول لا ولا آخر، تحتاج أموال السعودية وأمريكا والخليج كلها ما بتقدرش تعود، لأنه ما بش من كان بلا خطيئة فليرميها بحجرة. هل يعني فعلا يعني الخطيئة متجهة إلى حزب معين والحزب الآخر بريء؟ يعني في تاريخه مع الحكم، في تاريخه مع حقوق الإنسان. نحن خلال فترة زمنية معينة انتقلنا حقوق الإنسان بدون شك، وعندنا اجتهادات وعندنا يعني مخرجات حوار يعني سوف نطبقها، ولكن بحدود ما لدينا من الطاقات والإمكانيات. إنما الوطن وصل إلى مرحلة لم يعد يحتمل فيها هذه العلاقات التناغمية، لأنه نحن غلبنا خلال هذه الفترة لعنة الكراهية والعطف على رحمة الخناقة. الرسول الأعظم يقول اختلاف أمتي رحمة، ورحمة الاختلاف أنه أنا أتقبلك كما أنت وأنت تتقبلني كما أنا. طيب. أنا أطرح رأيي وأنت تطرح رأيك. يا سلام. وبالتالي نتوصل إلى رأي مشترك. نعم. فعندما أقول أنه نبدأ للصالح، يعني إننا سنسير في اتجاه تحقيق العدالة الانتقالية. طيب هناك يا سلام من يتخوف، هناك من يتخوف ومن حقه أن يتخوف. أما مسألة المصالحات هذه هي عبارة عن التفاف على واقع ما، وما إن يخرج من هذا الواقع حتى ينقض مثل هذه التصالحات. وأشار الأستاذ مطيع دماج الذي كان معنا هنا بأنه كان هناك يعني المبادرة الخليجية وبعدها الحوار الوطني، وكل هذه الأشياء تم تجاوزها وفرض واقع جديد. شوف دحين عندما نقول
انه نحن يجب ان نتوقف الى ان نحقق العداله الانتقاليه. هذا الكلام هو كلام يشبه ايضا. يعني هذا كلام كل واحد كما قلت انا معه ملفات لا ولا ولا اخر. نعرف اننا فعلا لو بدينا ننتشى هذه الملفات سوف نضيف خلافات الى خلافات. نحن في لحظه حاضر تستوعب منا كلنا ان نتناسي بروح الماضي والامه. ولكن ليس على حساب الناس الذي انتهكت حقوقهم. هذه تبقى خيار وخيار استراتيجي طويل له بدايه وليس له نهايه. نقدر نحددها لابد ان يكون له نهايه. عندما نتصالح ونخرج من المتاريخ والمواجهات، شوف علينا ان نتصالح على قضايا انه ننبذ العنف بكل اشكاله وانواعه. ننبذ الصراعات الحزبية والطائفية والمذهبية بكل أشكالها وأنواعها. نتمسك بما لدينا من ثوابت موجودة، وحدة ديمقراطية، يعني عملية احتكام للصندوق. يعني هنا فعلا نتفق ونتفق أيضا على العدالة الانتقالية. طيب أستاذ عبد الله سامحني على المقاطعة، ابقى معي ابقى معي. انتقل للأستاذ أحمد الكنا أيضا في إطار هذه الرؤية. هناك بلا شك تخوفات، وهناك أيضا هناك تخوفات من بقاء الوضع كما هو في إطار صراع القيادات والكبار كما يقال، وهناك تخوفات من ذهاب حقوق الصغار والضحايا في إطار هذه التصالحات. كيف يمكن نحن نلملم الأمر ونخرج إلى صيغة توافقية؟ طيب أنا قد تحدث تقدم الوطن في درجة أساسية. أنا قد تحدثت قبل شوي وقلت إن جميعا مع العدالة الانتقالية، لكن وعيد هل الظرف الراهن الذي تعيشه اليمن هو قابل لبدء عدالة انتقالية؟ هل عدالة انتقالية هي مجرد شعار أم وراها متطلبات؟ هل لديها متطلبات ولا يجب أن تكون ميزانية ويجب أن تكون هناك أمر؟ إذا هل نبقى وبالمقابل أستاذ أحمد هل هي صالحة حتى لمجرد مصالحات؟ إذا فاسمح لي، فهل نبقى نحن صامتين حتى تأتي العدالة الانتقالية وتحقق كل جبر الضرر وما صار للشعب وغيره وغيره ونستمر في ذلك ونحن نعلم أننا لسنا قادرين على هذا في 5 سنوات أو في 10 سنوات، أم نبدأ في مصالحة جديدة تدلب البلاد وتساعد على وجود عدالة انتقالية تساهم في جبر الضرر وتعويض الناس وغير ذلك؟ إذا نحن أمام أمرين، أما أن نبقى ونرفع شعار العدالة الانتقالية دون أن توجد لدينا الإمكانيات لتنفيذ العدالة الانتقالية. هناك من يرى أن هذا العمل كله يتنافى مع مؤتمر الحوار الوطني ومخرجات الذين التي أقرت قانون العدالة الانتقالية. أنا معك يا عزيزي، الحوار الوطني أقر قانون العدالة الانتقالية برغم أنه كان في بعض التحفظات في فريق العدالة الانتقالية وكانت أكثر من إشكاليات، لكن من المنفذ؟ لم نستطيع أن نفذ بند من بنود القضية الجنوبية في الحوار الوطني. هل نستطيع أن نفذ بند العدالة الانتقالية؟ يجب أن نكون واقعيين، لا نتخطى الواقع الحاصل اليوم الذي احنا فيه. فلنقول إننا مع العدالة الانتقالية ونؤكد عليها، ولكن ما مانع من بدء مصالحة وطنية في ضمن الخطوات العملية للعدالة الانتقالية؟ أم أننا نستثمر كلهما؟ لا قادرين على عدالة انتقالية بتوفير ما تلزم ولا قادرين على مصالحة وطنية. طيب أستاذ فارس، يعني الواقع، أنا أريد يعني الكلام كله جميل والكل أيضا يتحدث بكلام جميل، لكن في واقع الآن استثنائي فرض مع يعني خروج الحكومة في ودخول حكومة جديدة مع سيطرة جماعة الحوثي على بعض المحافظات أو كثير من المحافظات، هذا الواقع مناسب لمصالحات وطنية؟ وأين هي هذه الجماعة من هذه المصالحات؟ مع الأسف أمام واقع مؤلم مرير، ويعني لم يبقى من الأمن إلا اسمه، والاستقرار إلا اسمه، والاقتصاد أيضا إلا اسمه، ومكونات الدولة إلا اسمها فقط. يعني أشبه بوردة جسد بلا روح، وردة يعني كلما شاهدتها لكنها جسد بلا روح. اليوم نحن يعني يجب أن نكون لدينا مصداقية حقيقية وتوجهات وطنية. إذا رفع شعارنا الوطن فوق الحزب وفوق كل مصلحة شخصية أو آنية وفوق التدخلات الخارجية سينجح البلد. يعني اختلف الساسة في الماضي واختلف النافذون ورجعوا إلى طاولة الحوار وتحاوروا أن الوطن في كل اعتبار ومشت البلد على مدى منذ قيام الثورة اليمنية المباركة وثورتين مباركتين. اليوم نحن أمام منزلق خطير لهذا الوطن، اقتصاد الآن مهدد أنه في شهر 12 أو شهر 1 مش قادر الدولة تدفع رواتب الموظفي الدولة من الجيش والأمن. يعني قتلى وجرحى كل يوم في أكثر المحافظة، القاعدة موجودة، يعني كل الجوانب السلبية كلها موجودة على الشارع اليمني. الإعلام يشكو، والساسة يشكون، وقادة الأحزاب يشكون، والرئيس يشكو، مجلس النواب يشكو، والحكومة تشكو. طيب كلنا عرفنا هذا الداء، أين الدواء؟
اللي نحن بأمس الحاجة إلى أن نبحث عن الرجل الذي يعني يستطيع أن يميز أين هذا الداء فيضع بلسم الجراح. بلسم الجراح هذا موجود لدى كل فيه خط يعني في السياسية كل يعني كل الأطراف موجودة. أنا لا أستثني طرف دون طرف. في عقلاء في الإصلاح، في عقلاء في الاشتراكي، في عقلاء في المؤتمر، في عقلاء في الحراك، في عقلاء في أنصار الله، سواء في تيارهم الديني أو تيارهم السياسي أو تيارهم الليبرالي. كل المكونات هذه السياسية. أنا أتمنى أيضا أن يحجم دور الشباب، خاصة لأن أصبح الشباب هذا عبارة عن شقات، لهم صنفوا أنهم قيادات فأنصفوا، ولا أنهم حتى شقات فكفئوا مع الأسف. طيب. لدينا نحن مع الأسف أريد أن أوصل إلى الرسالة أنه حتى يعني يا أخي أبو 60-70 سنة أنا يا أخي إذا كان في القرآن حتى إذا بلغ 40 سنة يا أخي القرآن حدد إلى 40 سنة قال ربي أوزعني أبي أوصل 70 و80 سنة الفطام سنة شرعية. ما رأيك هذا الوقت يا أخي يفتح المجال للشباب الذين لا يحملون عقد الماضي. طيب اسمع رأيك أستاذ عبد الجندي في إفساح المجال للشباب هذا من ناحية. أولا الشباب هم بيمثلوا حيوية أي شعب من الشعوب وهم لا يحملون أحقاد الماضي. الشباب بالتأكيد هم يعني يتأثروا سلبا وإيجابا بتفكير الآباء، وهذا قانون يعني قانون يعني لا نستطيع أن نفصل الأبناء عن الآباء. لكن نقول بأن الشباب أصحاب صفحات بيضاء، والشباب يمثلون فعلا حيوية أي شعب من الشعوب، ويطارهم فرصة يعني أننا نتطلع منهم إلى أن ينفذوا أكثر ويتحركوا أكثر. لكن هؤلاء بدون حكمة الآباء لا يمكن أن يكونوا يعني هذه تجارب العالم كله. صحيح هناك تكامل تنتقل من الأجيال من جيل إلى جيل. طيب لو عدنا إلى موضوعنا سرعبد جندي هذا خارج موضوعنا. اليوم المؤتمر الشعبي العام أو بالأمس المؤتمر الشعبي العام جدد دعوته أيضا لهذه المصالحة ورفع صوته عاليا بمصالحة شاملة لا تستثني أحدا. حقيقة هناك من تساءل ألا يحتاج المؤتمر الشعبي العام أولا إلى مصالحة فيما بين قياداته حتى يدعو الآخرين بصراحة يعني. أولا شوف المؤتمر الشعبي العام يدعو إلى المصالحة الوطنية وهو خارج الحكم، تم إقصاؤه والالتفاف عليه من الشراكة، وخرجنا على المبادرة الخليجية الذي يتكلم عنها الأخ الأستاذ مطيع، وأصبح المؤتمر بدل ما كان معه النص بدل ما كان معه 9 حقائق أصبح ما فيش معه ولا حقيقة. إذا هذه عملية إقصاء للمؤتمر. كون المؤتمر في هذه الظروف التي يمر بها يدعو إلى مصالحة وطنية فهذا فعلا يعني عامل إيجابي. طيب لأنه لا يستطيع أي حزب، أدعو حتى ياسين سعيد نعمان أتكلم بالاشتراكيين وقال لا يمكن لأي حزب أو تنظيم سياسي أن يحكم منفردا، وأن كل واحد يريد الانفراد بالسلطة سوف يقع على وجهه، لأننا فعلا في سلسلة من الممارسات أخطأنا. يجب أن نعترف أننا كلنا أخطأنا، ما فيش واحد ما أخطأش. بالعودة إلى السؤال أستاذ عبده، بالعودة إلى السؤال أنه المصالحة الوطنية لا تعني يعني شوف السؤال الذي طرحته عن أنه في انشقاقات. يا إخواني ما قد وصلناش لمرحلة الانشقاقات، سوف أن حدث إن اللجنة الدائمة اتخذت قرارات خاطئة وهم يطالبوا بتصحيح هذه القرارات. نحن مع التصحيح بقدر اللوائح، هم توثقوا بلوائح قديمة وتركوا اللوائح الجديدة. أجلنا عليهم هذه اللوائح قررها المؤتمر السابق. إذا اليوم نحن سندعو إلى مؤتمر وطني عام ونحل ونمتص أي خلافات فيما بيننا. جيد. هذه قضية تندرج بها. وهذا هذا الذي أيضا هذه الذي تم الإشارة إليها إنه أيضا قبل أيضا ما نصطلح أيضا مع الآخرين نحتاج أن نصطلح مع قياداتنا ومع أعضائنا ومع أفرادنا من كل الأحزاب والأطراف. هذا كلام صحيح. لازم نطبق الديمقراطية. ما لم نطبق الديمقراطية فنحن نصنع الصغات يوم بعد يوم. لأن الديمقراطية داخل الأحزاب يجب أن تسود. طيب يا أستاذ طبعاً عنده لائحة داخلية يطبقها. كمل الوقت أستاذ عبدو. لو تجيبني إذا استطعت بأقل جملة ممكنة، الأجواء اليوم مهيئة للمصالحة أم غير مهيئة؟
يا أخي عندما نقول مصالحة، هل نحن مستعدين أن نخرج من هذه الأجواء؟ هذه هي المصالحة. هل نحن مستعدين أن نخرج من هذه الأجواء ونركز على قضايا الحاضر والمستقبل؟ طيب هل نحن مستعدين؟ واقفين في الماضي. هل نحن مستعدين؟ إذا توفرت النوايا. شكرا. بالتأكيد نحن سوف نصنع يعني بين الواقع والمستحيل يوجد الممكن. شكرا لك أستاذ عبد الجندي، وسامحني على المقاطعة، وإن شاء الله تكون أيضا ضيفنا في حلقات قادمة. الأستاذ عبد الجندي الناطق الرسمي لحزب المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني. لو أترك كلمة أخيرة أيضا لضيوف الكرام، أستاذ فارس فليحي، وأنت عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام، ماذا قبل المصالحة؟ قبل المصالحة أناشد الله كل عقلاء اليمن وحكماء اليمن في كل الأحزاب بلا استثناء وفي كل المكونات السياسية أن ينسوا الماضي المرير بسلبه وإيجابه، وأن يفتحوا صفحة الوطن التي يعني سقفها السماء وصفحتها البحر والمحيط، وأن يقولوا الوطن فوق كل اعتبار، وأن يبدأوا بإحلال الأمن والاستقرار، ويبدأوا بالاستفتاء على الدستور وسرعة الإعداد لانتخابات نيابية ورئاسية مبكرة لأجل أن نخرج من هذا المأزق الذي ربما سيضيع البلد يعني وسيهوي البلد اقتصاديا وسياسيا وشعبا، ويعني خاصة في الظروف التي تعيشها بعض الدول العربية اليوم. اليمن حتى الآن لا زال هنالك وجود شعب يعني في أمل، أن الروح لا زالت موجودة، لا نقطع الأمل. حان الوقت إلى نسيان الماضي المرير، إلى تغطيه، فتح صفحة جديدة بأفعال وليس بأقوال. شكرا. أو شعارات رنانة تردد عبر وسائل الإعلام. شكرا أستاذ أحمد. يعني المصالحة من الذي يستطيع أن يفرضها أو ينجح بها؟ أعتقد أن إرادة الشعب هي قوية، أقوى من إرادة النخب. إذا كانت هناك إرادة شعبية حقيقية في الضغط على المكونات السياسية بالبدء بالمصالحة الوطنية، ستجد أن المصالحة الوطنية فعلا بدت. لأن ما أقول شعب، أنا ما أقصد الشعب المواطن، الشعب هو أيضا داخل الأحزاب. عندما يكون الأحزاب السياسية يعقد لقاء ب800 أو ب700 شخصية من الأحزاب السياسية، تضغط هذه القوى على قيادتها ببدء المصالحة الوطنية. مصالحة في ظل طرف يرى نفسه أنه منتصر، هل هي ناجحة؟ لا اعتقد انه يجب كما ذكرت لك انه في بروكسل ذكر الاخوان انه هناك المنتصر والمغلوب وايضا المظلوم والظالم قد تجاوزناها. ولكن ايضا من خلال هذا البرنامج ادعو، احنا نتحدث عن اليمن بشكل عام، ادعو انه لا ننكر ان في الجنوب هناك ازمه ومشكله حقيقيه، فادعو رئيس الجمهوريه كما دعيت في بروكسل الاتحاد الاوروبي والشبكه الدوليه الى تبني اولا لقاء لتوحيد فصائل الحراك الجنوبي من اجل تكون لدينا قياده موحده للحراك الجنوبي تتخاطب سواء كان مع مصالحه وطنيه داخليه او مع شيء اخر، وان تكون تلك المصالحه بين قيادات الحراك بالداخل وليس من للمصالحه لاشخاص اتوا يمتطوا على بحر العراق. وهذا جزء من المصالحة التي تحتاجها اليمن. شكرا جزيلا لك أستاذ أحمد القنع، قيادي في الحراك الجنوبي، وأشكر أيضا الأستاذ فارس سليحي، عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام، وأشكر ضيفي عبر الهاتف الأستاذ عبد الجندي، والأستاذ أيضا مطيع الدماج عضو مؤتمر الحوار الوطني على الحزب الاشتراكي. لا أنسى أن أشكركم أيضا أنتم مشاهدين الكرام على المتابعة. بإذن الله تعالى غدا أنتم على موعد جديد من حوار المستقبل، مستقبل الوطن. حتى ذلكم الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.